السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة نوليدج. يعتبر عالم البحار من أغرب وأجمل العوالم، وده لأن فيه مخلوقات بحرية كتير جدا لدرجة أن الإنسان لحد دلوقتي ما اكتشفهاش كلها. أنا هردكم في الفيديو ده أغرب المخلوقات البحرية على الإطلاق، وفي منها اللي بيتمتع بالخضورة الشديدة. السلطعون العنكبوت العملاق. يعتبر السلطعون العنكبوت العملاق من أكتر الكائنات المخيفة في العالم، وده لأن حجمه كبير جدا ورجله ممكن يوصل طولها لأربعة متر ووزنه ممكن يوصل لعشرين كيلو جرام. المخالب بتاعته طويلة وحادة جدا، ممكن تسبب أضرار كبيرة للإنسان وممكن تصل لموته. بسبب حجمه الكبير يقدر السلطعون الضخم ده إنه يبلع طفل صغير بكل سهولة. متوسط عمر النوعية دي 100 سنة وبيعيش في عمق 600 متر تحت المحيط، وده بسبب صعوبة كبيرة في اصطياده. عفريت الماء. بيتميز الكائن ده بصفة غريبة جدا، وده بخلاف شكله طبعا، وهي انه لو فقد احد اطرافه بينمو تاني بشكل كامل، ولو حصل له اي جرح بيلتئم في خلال ثواني. متوسط عمر النوع ده 10 سنوات فقط. بيتواجد عفريت البحر في المكسيك، وطبعا نظرا لخصائصه المهمة دي أصبح محل نظر ودراسة العلماء كتير. سمكة عيون البرميل. السمكة دي بتعيش في أعماق المحيط. شكل السمكة دي مميز جدا، علشان وشها شفاف بيظهر عينيها وعندها زعانف كبيرة بالنسبة لحجمها. بتتميز برضو إن عينيها خضرة بتبص لفوق عشان تشوف الفرايس بتاعتها. النوع ده من الأسماك العلماء مش عارفين معلومات كتير عنه ولا بيتغذى على إيه تحديدا، وده لأنه بيعيش في أعماق المحيط وتكلفة مراقبته بتبقى عالية جدا. تنين البحر الورقي. أول انطباع ممكن تحس بيه أول ما تشوف تنين البحر الورقي إنه مجرد عشب بحري، لكن هو في الحقيقة سمكة بحرية تقرب وتشبه حصان البحر. بتتواجد السمكة دي في جنوب وغرب استراليا، حجمه لا يتعدى 45 سنتيمتر. خنزير البحر. هو مخلوق بحري متعدد الأرجل، بيتحرك في المية عن طريق قوة الدفع. يعتبر من نفس فصيلة خيار البحر. بيمتص برجله الأغذية العضوية اللي بتبقى موجودة في قاع البحر عشان يتغذى عليها. سمكة الفقاعة. تعتبر أقبح سمكة في عالم البحار كله، وده لأن كل جسمها رخو جدا مفهوش أي نوع من أنواع العضلات. بتتواجد في قاع البحار بالقرب من أستراليا ونيوزيلندا. سمكة الفأس. بتخرج من القاع المظلم فترة الليل بس. سمكة الفاس شكلها مخيف جدا ولكنها مسالمة نوعا ما. عينيها منفوخة متوجهة لفوق وبتستخدمها لاصطياد اي فريسة بتبقى موجودة فوقيها. حجم سمكة الفاس لا يتعدى 15 سنتيمتر. سمكة الضفدع البرتقالي. هي سمكة بتعيش في قاع المحيط، ومن اكتر صفاتها هو لونها البرتقالي. كمان طريقة العوم عندها تحس انها بتمشي من قاع المحيط مش بتعوم. عندها ميزة التخفي قوية جدا، وبتقدر تغير لونها حسب المحيط اللي حواليها، وده علشان تحمي نفسها من المخاطر، وكمان علشان تجذب لها الفرائس اللي بتتغذى عليها. بالرغم من حركتها البطيئة جدا إلا أنها بتقدر تهجم على فريستها بشكل قمة في السرعة، وكمان عندها صفة وميزة أنها تقدر تبلع فرائس وأسماك ضعف حجمها. قنديل الحرب البرتغالي. يعتبر أخطر نوع من أنواع قناديل البحر، وعلى رغم شكله المميز لكنه سام وخطر جدا، ولو سمه ما قتلكش ممكن يسبب لك حروق شديدة. يعتبر من أخطر الأناديل في المحيط الهادي والمحيط الهندي بما أنه موطنه الأصلي. سمكة الخفاش. سمكة الخفاش بتتميز بشكلها الغريب وشفايفها الحمرة جدا، ومن أغرب الأشياء في السمكة دي أنها ما بتعرفش تعوم وبتمشي بس في قاع المحيط. بتتغذى على الأسماك الأصغر منها في الحجم زي الرخويات والجمبري. يتمتع جسمها بعدد كبير من الأشواك علشان يحميها من الأعداء، وغالبا النوع ده بيعيش في أعماق المحيط الهادي. القرش المتشمس. بيتميز بحجم فمه الكبير، بيتغذى بطريقة شفط المية لحد ما يدخل في فمه الأسماك الصغيرة والعوالق البحرية. بيقدر يفلتر في الساعة الواحدة 2000 طن مية، والنوع ده على عكس فصيلة القروش مسالم جدا بطبعه، ولكن النوع ده مهدد دلوقتي بالانقراض بسبب كثرة عمليات الصيد عليه. سمكة السنارة ليها أكتر من 200 فصيلة حول العالم كله، بتعيش في المحيطات الدافئة. اتسمى بالاسم ده بسبب عمودها الفقري اللي خارج من جسمها،
فأوله العضو المشع اللي بيتسمى بالشمعة، بتستخدمه في إلهاء فرائسها علشان يجذبها لي عشان تفترسه. حجم الأنثى منه بيصل ل 18 سنتيمتر، في حين أن الذكر لا يتعدى 3 سنتيمتر، وده اللي بيخلي الذكر بيعتمد على الأنثى اعتماد كلي في كل جوانب حياته. القرش العفريت. بيعيش القرش العفريت تحت سطح البحر ب 100 متر. أهم ما يميز شكله أنفه الطويلة وأسنانه البارزة المدببة. حجمه بيوصل ل 4 متر تقريبا، ودي كل المعلومات اللي قدرنا نحصل عليها عنه لأن اصطياده بيبقى صعب جدا. أفعى قرطات البحر. تعتبر أفعى قرطات البحر من أكتر الأفاعي سمية في العالم، ولو اتعرضت لأي عضة منها الحق بسرعة أقرب مستشفى، لأن سمها ممكن يقتلك من 15 ل 20 دقيقة، لكن نادرا ما تهاجم البشر وتقدر تعيش في كل أنواع البيئة المختلفة، يعني تقدر تعيش على اليابس أو في أعماق البحر، وبتفضل التواجد في الأماكن الاستوائية. عندها رئتين كبار أكتر من باقي أنواع الأفاعي، علشان كده تقدر تعيش في المية لحد ساعتين متواصل، وكمان تقدر تتنفس من جلدها وتتسلق بعض الأشجار المنخفضة. الإيزوبود العملاق. أي حشرة من داخل المحيط بيوصل حجمها ل 40 سنتيمتر تقريبا، ووزنها بيوصل لكيلو 700 جرام. بيتغذى الإيزوبود على اللحوم، علشان كده بيعيش في قاع المحيطات، وبيتغذى على بقايا الكائنات الميتة أو على بعض المخلوقات زي خيار البحر. في بعض الأوقات وأحيانا لو تعرض إلى خطر بيلف نفسه على شكل كورة كنوع من أنواع الدفاع عن النفس من المخاطر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.